عقد مجلس سوريا الديمقراطية رابع ورشاته في أوروبا بمدينة بوخم الألمانية، والتي يهدف من خلالها التحضير لمؤتمر لقوى المعارضة الديمقراطية السورية. نتعرف وإياكم على تفاصيل أوفى حول ذلك بعد أن نتابع التقرير التالي. يواصل مجلس سوريا الديمقراطية عقد ورشات عمل بدأها في حزيران الماضي، حيث تشهد هذه الورش نقاشات وحوارات مع شخصيات سورية معارضة تمثل أطرافا سياسية وأخرى مستقلة، بهدف التحضير مع تلك الشخصيات لعقد مؤتمر للقوى الديمقراطية السورية المعارضة في أوروبا. وفي الورشة التي عقدت بمدينة بوخم الألمانية جرت نقاشات حول عمل مؤسسات الإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا ومستقبل علاقاتها سوريا وإقليميا. ورشة بوخم الآن معقودة، وهي الحقيقة ورشة مميزة. أولا، عدد الأخوة الأكراد أكبر في الحضور، ولديهم انتقادات كثيرة، وبالتالي في معالجة الإدارة الذاتية كان هناك كثير من النقاط التي تم إثارتها، وأعتقد أنها من النقاط المهمة التي يجب أن نسلط الضوء عليها وأن نعيد قراءتها في المرحلة القادمة من أجل الاستفادة من هذه الوجهات النظر. في سياق رسم كما ناقش الحضور بعض المخاطر التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا والمتمثلة في التهديدات التركية، إلى جانب تهديدات النظام السوري بين الثارة والأخرى، حيث طرحت أسئلة من قبل الحضور حول آليات وسبل مواجهة تلك التهديدات، بالإضافة إلى العلاقات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص. في حقيقة الأمر يمكن للإدارة الذاتية أن تعزز أكثر من مساحات الحوار الداخلي، أن تساهم في إرساء العيش المشترك، وأن تساهم في بلورة صيغة جديدة لتحفظ المنطقة من خلال إشراك الجميع في العملية السياسية، أن تعمل إلى الوصول إلى تسويات سياسية داخل المنطقة. الحالة التسويقية السياسية. وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة عقد مؤتمر للحوار بين القوى والشخصيات التي ترى في المشروع الديمقراطي الحل الأمثل لإنهاء الصراع في سوريا. سلطة القضاء عندنا بقى مش دين، فهمت أزمتين. أول شيء في عسكرة السلطة. لا يمكن أن يقوم هذا المشروع إلا بالحوار، والآن المهمة الأساسية هي أن نجمع الديمقراطيين السوريين من كافة الاتجاهات، نسوق أنفسنا كدعاة لسوريا المستقبل، سوريا الديمقراطية، عبر مؤتمر سوري موسع أو ضيق، وهذا الحوار الذي يجري اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه. في ثلاث حصص بس باللغة العربية. ورشة عمل جديدة يعقدها مجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا بهدف مناقشة آراء شخصيات سورية ديمقراطية معارضة، بغية وضع خطوط رئيسية لعقد مؤتمر حوار سوري سوري في أقرب وقت ممكن. عماد ثلاث قنوات اليوم، بوخم. وللحديث أكثر معنا من ألمانيا الكاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا حسين عمر. أستاذ حسين، مساء الخير، باعتبار كانت لكم مشاركات في غير مرة في ورشات العمل التي ينظمها مجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا، حبذا لو تعرفنا بداية ولو بالإطار العام حول طبيعة هذه الورشات. نعم، مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام. بعتقد هذه الورشات تقوم أساساً أو قامت على تعريف معارضة سورية، شخصيات المعارضة السورية التي لها مواقف غير ودية أو رؤية غير واضحة نحو مناطق الإدارة الذاتية تحديداً، والمثلث الذي هو مسد قسد والإدارة الذاتية بخصوص الوضع في شمال شرق سوريا. هناك آراء مختلفة كانت بهذا الاتجاه، ولهذا ارتأت مسد مجلس سوريا الديمقراطية عقد هذه الورشات للوصول إلى تفاهم أو للوصول إلى صيغة مشتركة مع هذه الشخصيات والأطر السياسية التي تحضر في نهاية مطاف الورشات جميعا لعقد مؤتمر لقوى وشخصيات الديمقراطية السورية، لتكون كإطار شامل
للديمقراطيين السوريين، للذين يؤمنون بالعيش المشترك، للذين يرون بأن الإدارة اللامركزية في سوريا أو الحكم اللامركزي في سوريا هو مستقبل سوريا. لذلك هذه هي الورشة الرابعة التي انعقدت، كانت قبلها في باريس وفيينا وكذلك برلين، ولدينا حزمة من الورشات الأخرى في المستقبل القريب سيتم انعقاد تلك الورشات أيضا لنفس الأسباب. حتى اللحظة كيف تقيمون ردود الأفعال؟ يعني باعتقادي وكما تلاحظون من خلال وسائل الإعلام نحن نتفاعل يعني بشكل مستمر دقيقة بدقيقة مع الذين يحضرون هذه الورشات. أعتقد بأن هناك تبدل في الرؤى، هناك تغيير في المواجهة، هناك مواقف إيجابية كثيرة، وعلى الأغلب في نهاية كل الورشات تخرج مواقف إيجابية عامة من كل الأطر أو الأطراف والشخصيات التي تحضر هذه الورشات. الورشات مفيدة جدا، ليست لنا كمسد أو كالإدارة الذاتية، وإنما للذين يحضرون من الشخصيات المعارضة السورية، لأنهم بحقيقة الأمر معلوماتهم على الأغلب هي من الوسائل الإعلام أو من الجهات التي تناهض وتعارض و تعادي الإدارة الذاتية. لهذا هذه الورشات أتت في مرحلة حساسة جدا، هي مرحلة تهديدات تركيا من جهة، مرحلة وقوع الأزمة في إدلب في مراحلها التي ستستمر على ما يبدو، وكذلك التهديدات التي تجري بشكل هنا وهناك نحو النظام ونحو يعني بشكل عام الوضع السوري الغير مستقر. نعم. والذي يتجه إلى التعقيد أكثر. هذه الورشات في هذه الفترة تحاول جمع الذين يرون هذا الوضع يجب أن يتجه نحو الحل وأن يكون الحل سوريا سوريا. لهذا يتم لملمة هذه الأطر والأطراف والشخصيات ليصلوا إلى وضع اليد باليد، لنكون سندا ودعما لبعضنا البعض، ونكون ضمن إطار يكون في قادم الأيام هو البديل الفعلي لأي توجه نحو الحل السوري، يكون تكون المعارضة الرئيسية التي تبنى عليها أو التي ستكون تضع أساس الحل السوري وأساس دستور جديد لسوريا وأساس نظام جديد لسوريا في المستقبل. طيب، بالنسبة للورشة ورشة العمل الأخيرة في بوخم، وصفت من قبل بعض المشاركين بها بالمميزة أستاذ حسين، وأنتم كنتم مشاركين فيها، حبذا لو تضعنا في صورة ما جرى. نعم، يعني لكل ورشة حقيقة، يعني الورشات الأربعة التي عقدت حتى الآن لكل ورشة لها تميزها. مثلا نعم. ورشة باريس كانت هناك نقاشات معمقة، ورشة فيينا كان هناك حضور لشخصيات عريقة داخل المعارضة السورية. يعني هل بإمكان أن تعطينا أمثلة عن الشخصيات من المعارضة التي حضرت بالنسبة لورشة فيينا؟ نعم، يعني محمد برمو ومجموعة من الذين كانوا معه، هو معارض ومعروف صاحب مبادرة قرطبة، أيضا الزهراني وكذلك، يعني هناك شخصيات. نعم. لا أريد هنا ذكر الأسماء بشكل عام حقيقة، لكن لها وزنها في ورشة التي انعقدت البارحة واليوم في بوخم. التمييز الذي كان فيها هي لأول مرة يحضر الطيف الكردي بشكل مكثف، كان هناك حضور كردي كما قال السيد رياض درار، كان هناك حضور كردي من الأحزاب ومن الشخصيات المستقلة ومن الإعلاميين وكذلك من المنخرطين في نشاطات المجتمع المدني، كان لهم حضور مميز. هذا ما يعني يمكن أن نقول عن ورشة بوخم، أنها مميزة أو أنها تميزت عن الورشات الأخرى. مثلا ورشة برلين كان هناك حضور للشباب فيها كتمييز، يعني كل ورشة لها كما قلت يميزها، وورشة بوخم وصلت إلى النتيجة التي انعقدت من أجلها كما الورشات التي سبقتها، وأعطت انطباع إيجابي. كل الذين كانوا حاضرين، أكثر من 40 شخصية كانت حاضرة
كل الذين كانوا حاضرين كان موقفهم اتجاه الورشة واتجاه إدارة الورشة واتجاه حتى توقيت الورشة والمفاهيم والطروحات التي انطرحت داخل الورشة كانت إيجابية. طيب، ما هي وجهة نظر أو على ماذا تركزت النقاشات في ورشة بوخم، وما هي وجهة نظر المشاركين فيما يخص التهديدات التي توجه لمناطق شمال وشرق سوريا من قبل النظامين سواء السوري أو حتى التركي؟ كان هناك وحدة رأي، يجب يعني مواجهة هذه التهديدات، يجب يعني محاولة إلزام أو محاولة إقناع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بأن هذه التهديدات هي موجهة لها بالدرجة الأولى. يجب أن تكون هناك حماية للمنطقة، لأن المنطقة فيها استقرار وفيها أمان، وهي تجربة فريدة في سوريا. الكل كان متفقا على هذا الأمر، والتهديدات النظام طبعا الكل كان متفقا أن هذه التهديدات يجب أن تتوقف، لأن ليس هناك أي تهديد مباشر من قبل الإدارة الذاتية ضد النظام في المرحلة الحالية، لأن التهديد المباشر أو ما تقوم به الإدارة الذاتية وقوات قسد هي مواجهة التنظيمات الإرهابية، مواجهة الفلول الباقية المختبئة من تلك التنظيمات. لهذا كان هناك تنديد شامل من قبل الحضور واستياء شامل من قبل الحضور ضد التهديدات التركية وضد تهديدات النظام السوري. طيب، هل ثمت التطرق حول آلية وسبل مواجهة تلك التهديدات وفقا للمشاركين؟ يعني الورشة لم تكن يعني موضوع النقاش لم يكن هذا ما جاء في بعض يعني كلمات التي أو أحاديث بعض الذين حضروا الورشة. كان هناك مهمة أساسية أمام هذه الورشة هو الحديث عن الإدارة الذاتية ما لها وما عليها، الحديث عن آليات الحل لمستقبل سوريا، وكذلك الحديث عن كيفية انعقاد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية. لذلك لم يتم التطرق كثيرا على موضوع التهديدات، لأنها بالأساس من يعني جميع يدرك أن هذه التهديدات مستمرة منذ 6 أو 7 سنوات وحتى هذه اللحظة، ولذلك لم يكن هناك توقف عام على هذه التهديدات، وإنما كانت هناك آراء شخصية ظهرت بخصوص أو ضمن أحاديث بعض الشخصيات. طيب، كما فهمنا أيضا أن من أهداف ورشة بوخم عقد مؤتمر للحوار السوري بأقرب وقت ممكن، وأيضا كما فهمنا أن من أهداف الورشة عقد مؤتمر للحوار بين القوى والشخصيات التي ترى بمشروع الإدارة الذاتية الحل الأمثل للأزمة. حبذا لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول ذلك في نهاية، أو يعني بقي معي دقيقتين فقط. نعم، يعني هدف الورشة الأساسي هو الوصول إلى صيغة أو إلى تفاهم مع الحاضرين مع القوى والشخصيات الديمقراطية من أجل تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر لتلك القوى، وهذا ما تم التوصل إليه، وكانت الكل متفقين على هذه النتيجة بأن لابد للقوى والشخصيات الديمقراطية أن يكون لها إطار معارض خاص بها. والورشة كما الورشات الماضية كانت لها هذه الإيجابية، يعني إيجابية أن الكل كان موافقا على هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم من ألمانيا الكاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا حسين عمر. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نفتح الملف الأخير لحديث اليوم مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا.